السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم. نكمل حل تمارين رياضيات الصف السادس ابتدائي المنهج الجديد ضرب الكسور الاعتيادية. وصلنا إلى فقرة أحل. أجد ناتج الضرب في كل مما يلي ثم أكتب الناتج في أبسط صورة. نقطة 13 18 في الكسر 5 من 9. أول شيء قبل لا نحل نذكر بالخطوات حل ضرب الكسور الاعتيادية، وهي أول خطوة أنه نختصر إذا كانت أكو اختصارات، والخطوة الثانية نضرب البسط مع البسط والمقام مع المقام، والخطوة الثالثة نبسط الكسر النهائي في أبسط صورة. هذه هي الخطوات لحل ضرب الكسور الاعتيادية. هسه وصلنا إلى نقطة 13 18 في 5 على 9. 18 في 5 على 9، هنا عندي عدد ضرب كسر اعتيادي مثل ما وضحنا في الفيديو السابق، انه العدد لازم اخلي مقامه واحد، هذا العدد لازم احوله الى كسر، راح اخلي مقامه واحد، اخلي مقامه واحد حتى هنا اقدر اضرب الكسور يتحول الى كسر واقدر اضرب الكسور. اذا هنا انا صار عندي الكسر 18 على 1، 18 على 1 هنا ما تغيرت من قيمته، لان هنا 18 على 1 معناها 18. هسه نبدأ بالحل. أول خطوة نختصر إذا كانت أكو اختصارات، الاختصار بين البسط والمقام، بين البسط والمقام بالكسرين أو بالكسر نفسه، يعني إذا أكو اختصار بين البسط والمقام نختصر. الاختصار طبعا تعتمد على قابلية القسمة. هنا عندنا البسط 18 وهنا عندنا المقام 9، أكو اختصار بيناتهم؟ نعم أكو اختصار بيناتهم، لأن 18 هي من مضاعفات 9 وال 18 موجودة في جدول ضرب 9. زين هسه إذا أريد أختصر أقسمها على 9، زين هنا 9 كم مرة بيها 9؟ بيها 1. 18 كم مرة بيها 9؟ بيها 2. زين هسه نشوف بين الخمسة والواحد أكو اختصار؟ ماكو اختصار، النانة الاثنين والواحد كذلك ماكو اختصارات. إذا نجي إلى الخطوة الثانية وهي نضرب البسط مع البسط والمقام مع المقام، يعني هنا نقول 2 في 5 10، 1 في 1 1، إذا الكسر 10 على 1 ويساوي 10. هنا عندنا الكسر إذا كان المقام مالته 1 فننزل البسط وراح يصبح العدد 10، 10 على 1 معناها 10، مثل ما سوينا هنا 18 خلينا على 1، يعني صارت 18 على 1 ما غيرت من قيمته، بقى هو 18. هنا كذلك 10 على 1 يعني 10. نقطة 14، 21 على 10 في 5 على 14. هنا نشوف أول خطوة اللي هي الاختصارات. شوف هنا أكو اختصارات ال 21 وال 14، أكو اختصار بيناتهم؟ هنا عندنا ال 14 هي من مضاعفات السبعة، وال 21 كذلك هي من مضاعفات السبعة، إذا راح أقسم على 7، لأن اثنيناتهم يقبلون القسمة على 7 واثنيناتهم موجودين بجدول ضرب السبعة. زين هنا 14 كم مرة بها 7؟ بها 2، لأن 2 في 7 14. زين ال 21 كم مرة بها 7؟ بها 3، لأن 3 في 7 14. إذا هنا قسمت على 7. زين هنا عندي 10 وهنا عندي 5، هنا اكو اختصار بيناتهم؟ نعم، راح اقسم على 5، ال 5 كم مرة بها 5؟ بها 1، وال 10 كم مرة بها 5؟ بها 2. هنا بعد هنا نجي إلى الخطوة الثانية وهي ضرب البسط مع البسط والمقام مع المقام، 3 في 1 3 و 2 في 2 4، إذا الكسر هو 3 من 4، 3 من 4. نقطة 15، 9 من 15 في 3 من 6. هنا أول خطوة اللي هي الاختصارات، نشوف هنا 9 والستة أكو اختصار بيناتهم؟ نعم أكو اختصار بيناتهم، اثنيناتهم من مضاعفات الثلاثة واثنيناتهم موجودين بجدول ضرب الثلاثة. هنا الستة كم مرة بيها 3؟ بيها 2، والتسعة كم مرة بيها 3؟ بيها 3، هنا قسمت على 3. زين ال 15 وال 3 اكو اختصار بيناتهم؟ نعم اكو اختصار بيناتهم، لان هنا ال 15 هي من مضاعفات الثلاثة وال 15 موجودة في جدول ضرب الثلاثة، اذا راح اقسم على 3، 3 كم مرة بها 3؟ بها 1، و 15 كم مرة بها 3؟ بها 5، لان 5 في 3 15. هسه بعد الاختصار راح نضرب، هنا نقول 3 في 1 3 و 5 في 2 10، إذن الكسر هو 3 من 10.
هنا أنا ما حاجة نبسط الكسر، لأن هو هذا الكسر النهائي في أبسط صورة. نقطة 16 2 من 3 في 1 من 2 في 6 من 7. هنا عندي ضرب ثلاثة كسور. أول خطوة راح نشوف إذا أكو اختصار بيناتهم. هنا عندنا الاثنين والاثنين، اثنيناتهم أقسمهم على اثنين، عندنا هاي الاثنين كم مرة بيها اثنين بيها واحد، وهاي الاثنين كم مرة بيها اثنين بيها واحد. زين، أكو بعد اختصارات؟ نعم، بين ثلاثة وبين الستة أقسم على ثلاثة، ثلاثة كم مرة بيها ثلاثة بيها واحد، ستة كم مرة بيها ثلاثة بيها اثنين. زين، أكو بعد اختصارات؟ بعد ماكو اختصارات. هسه أضرب، هسه نضرب البسط مع البسط والمقام مع المقام. أقول واحد في واحد واحد في اثنين اثنين، واحد في واحد واحد في سبعة سبعة. إذن الكسر هو اثنين من سبعة، اثنين من سبعة. نقطة 17 إذا كانت سين تساوي واحد على ستة وصاد تساوي ثلاثة على أربعة، أحسب قيمة سين وصاد. هنا ينطيني يريد من عندي قيمة سين صاد. سين صاد شنو معناها؟ معناها سين في صاد، سين في صاد. إذن هنا راح نعوض، هنا راح نعوض المتغير ب هنا عندنا قيمة الكسر اللي هي واحد على ستة. إذن هنا نقول سين، العبارة الجبرية هي راح تكون سين في صاد، سين في صاد. زين، هنا سين إيش قد منطيني إياها؟ واحد على ستة في هنا القيمة صاد هي ثلاثة على أربعة. إذن هنا عندي ضرب الكسور واحد على ستة في ثلاثة على أربعة. نشوف هنا أكو اختصار بيناتهم. نعم، أكو اختصار بين ثلاثة وبين الستة. ثلاثة كم مرة بيها ثلاثة بيها واحد، ستة كم مرة بيها ثلاثة بيها اثنين. زين، هنا أكو اختصار بين البسط والمقام. ماكو اختصار. إذن راح أضرب، أقول واحد في واحد واحد، اثنين في أربعة ثمانية. إذن الكسر هو واحد من ثمانية، الكسر النهائي هو واحد من ثمانية. هذه قيمة سين صاد. بس هنا عندي ملاحظة، هنا عندنا عشرة على واحد، هنا صار ننزل البسط ويصير عشرة. هنا واحد على ثمانية ما أنزلها تصير ثمانية، لأن إذا كان المقام واحد ينزل العدد نفسه. بس هنا لا، عندنا البسط هو الواحد، يعني هو يعني واحد من أصل الكل اللي هو ثمانية، يعني واحد من أصل ثمانية. إذا يبقى الكسر هو واحد من ثمانية. أجد ناتج كل مما يلي باستعمال ترتيب العمليات. هنا راح نستعمل ترتيب العمليات في ضرب الكسور، في حل الكسور. وترتيب العمليات هي أول شيء نحلل بين أقواس، إذا ما عندنا أقواس الضرب والقسمة تسبق عملية الجمع والطرح. يعني هنا راح نضرب وبعدين يلا نطرح. هسه وصلنا إلى نقطة 18، 3 من 6 ناقص 8 من 9 في 3 من 8. هنا راح نستعمل ترتيب العمليات. ترتيب العمليات هي الضرب والقسمة تسبق عملية الجمع والطرح. يعني هنا عندي ضرب راح تسبق عملية الطرح. إذا أخليها هنا بين أقواس حتى أحلها. هي أول هنا الكسر 3 من 6 ينزل ناقص هنا عملية الطرح ننزلها. هسه هنا نحل اللي بين أقواس. هنا أنا خليت هذه الأقواس حتى أقدر أحلها وما أتخربط، يعني ما تتخربطون. هنا نشوف الاختصارات، أكو اختصارات. طبعا هنا بين 8 و 8 أكو اختصار. هنا نقسم على 8، هنا 8 كم مرة بيها 8 بيها 1، وهاي 8 كم مرة بيها 8 بيها 1. زين، بين 9 و 3 أكو اختصارات. نعم، لأن 9 هي من مضاعفات 3، والتسعة موجودة في جدول ضرب 3. إذا راح أقسم على 3، 3 كم مرة بيها 3 بيها 1، وتسعة كم مرة بيها 3 بيها 3. إذا هسه بعد الاختصارات راح نضرب، واحد في واحد واحد، ثلاثة في واحد ثلاثة. إذن الكسر هو واحد من ثلاثة، واحد من ثلاثة. زين، هسه هنا شنو صار عندي؟ صار عندي كسور. العملية الحسابية هي طرح، العملية الحسابية طرح. في طرح وجمع الكسور ما أقدر أجمع وأطرح إذا كانت المقامات مختلفة، لازم أوحد المقامات. زين، شلون نوحد المقامات؟ هنا عندي ستة وهنا عندي ثلاثة. زين، والستة هي من مضاعفات ثلاثة، يعني هاي الثلاثة بمن أضربها حتى تصير ستة، حتى أطلع كسر مكافئ للكسر واحد من ثلاثة، مقامه يكون ستة.
زين هاي 3 شلون اسويها 6؟ اضربها في 2. زين هنا انا من ضربت المقام في 2 البسط كذلك اضربه في 2، لان العدد اللي اضربه بالبسط نفسه اضربه بالمقام حتى اطلع كسر مكافئ للواحد على 3 مقامه 6. اذا الكسر الاول راح ينزل اللي هو 3 من 6 ناقص الكسر الثاني راح يصير 1 في 2 2، 3 في 2 6. هنا انا طلعت كسر مكافئ الواحد على 3 اللي هو 2 من 6. هسه هنا توحدت عندي المقامات، راح انزل المقام اللي هو 6 واطرح البسط فقط، اقول 3 ناقص 2 1، اذا الكسر النهائي هو 1 من 6. صار واضح؟ نقطة 19، 3 من 14 في 7 من 4 زائد 1 من 4. هنا عملية الضرب تسبق عملية الجمع، إذا هنا أول مرة راح أضرب هذه الكسور وبعدين يلا نجمع. هنا نقول يساوي، نشوف أكو اختصارات بين هذه الكسور؟ نعم أكو اختصارات بين 7 وال 14، لأن 14 هي من مضاعفات 7 وموجودة في جدول ضرب 7، إذا راح أقسم على 7، 7 كم مرة بها 7 بها 1. 14 كم مرة بها 7 بها 2، لأن 2 في 7 14. هسه أكو اختصارات؟ لا ماكو اختصارات. هسه راح نضرب، هنا نقول 3 في 1 3 و2 في 3 العفو 2 في 4 8. إذا الكسر الأول هو 3 من 8، 3 من 8 زائد هنا ننزل عملية الجمع زائد 1 على 4. هنا صار عندي جمع الكسور، جمع الكسور والمقامات مختلفة، المقامات مختلفة لازم أوحد المقامات حتى أقدر أجمع. شلون أوحد المقامات؟ هنا عندنا 8 من مضاعفات 4، يعني هاي 8 يعني هذا المقام راح أحوله إلى 8. شلون أحوله إلى 8؟ بمن أضربه حتى يتحول إلى 8؟ أضربه في 2 حتى يصير المقام 8، أطلع كسر مكافئ. هنا من ضربنا المقام في 2 كذلك البسط أضربه في 2. هسه هنا صار عندي الكسر هو 3 من 8 ننزله زائد هنا الكسر مكافئ اللي هو 1 في 2 2 و4 في 2 8. هنا طلعت كسر مكافئ للكسر الاول وهو 2 من 8. زين هسه هنا توحدت عندي المقامات، انزل المقام اللي هو 8 واجمع البسط فقط، فقط اجمع البسط، المقام ينزل نفسه. هنا اقول 3 زائد 2 5، اذا الكسر هو 5 من 8. نقطة 20، 8 من 3 في 2 على 7 ناقص 5 على 7 في 4 على 5. هنا عملية الضرب تسبق عملية الطرح، يعني أول مرة راح أضرب هذه الكسور أخليها بين أقواس حتى لا أتخربط وبعدين نطرح. هنا نضرب أول شيء الكسور، قبل لا نضرب نشوف هنا أكو اختصارات بيناتهم؟ ماكو اختصارات بيناتهم، يعني هنا 8 و7 ماكو اختصارات والثلاثة والثنين كذلك ماكو اختصارات، فنجي للخطوة الثانية اللي هي ضرب البسط بالبسط والمقام في المقام. 8 في 2 8 في 2 16 و3 في 7 21. الكسر الأول هو 16 على 21 ناقص هنا ننزل عملية الطرح. هنا نشوف اكو اختصارات بين هذه الكسور، نعم اكو اختصارات بين الخمسة، هنا الخمسة كمرة بها 5 بها 1 وهنا 5 كمرة بها 5 بها 1. هسه اجي اضرب اقول 1 في 4 4 و7 في 1 7، اذا الكسر الثاني هو 4 من 7، 4 من 7. هنا صار عندي طرح الكسور والمقامات مختلفة، هنا ما أقدر أطرح الكسور إذا كانت المقامات مختلفة، لازم أوحد المقامات. شلون أوحد المقامات؟ هنا عندنا 21 هي من مضاعفات 7، لأن 21 موجودة في جدول ضرب 7، إذا هذه 7 شلون بمن أضربها حتى تصير 21؟ راح أضربها في 3، لأن 7 في 3 شقد؟ 21، إذا أضربها في 3. من ضربنا البسط في 3 أضرب من ضربنا المقام في 3 أضرب البسط كذلك في 3 حتى أطلع كسر مكافئ مقامين 21. هنا 16 على 21 نزله ناقص 4 في 3 إشقد 12
وسبعة في ثلاثة 21. إذن هنا وحدنا المقامات اللي هو 21، ننزل المقام اللي هو 21 وأطرح البسط أقول 16 ناقص 12 4. إذن الكسر هو 4 على 21. نقطة 21، 6 على 15 في 3 زائد 7 على 20 في 4 على 7. هنا عندي عملية ضرب وهنا عندي عملية جمع. أول مرة نضرب بعدين نجمع، هنا أنا أخليهم بين أقواس حتى نضرب أولا وبعدين نجمع. زين، هنا عندي الكسور الأولى كسر مع عدد، شلون هذا العدد أحوله إلى كسر؟ أخلي مقامه واحد، أخلي مقامه واحد حتى هنا يتحول إلى كسر وأقدر أضرب الكسور. هنا أنا أشوف أكو اختصار بيناتهم، نعم أكو اختصار بيناتهم بين 15 وبين 3، لأن 15 هي من مضاعفات 3 وموجودة في جدول ضرب 3. إذا راح أقسم على 3، 3 كم ربيها 3 بها 1، 15 كم ربيها 3 بها 5، لأن 5 في 3 15. إذا هنا راح ما عندي بعد اختصارات، راح أضرب أقول 6 في 1 6 و5 في 1 5، إذا الكسر هو 6 من 5 زائد هنا عملية الجمع ننزلها. هسه هنا نشوف اكو اختصارات بين هذه الكسور، نعم اكو اختصارات بين السبعة والسبعة وبين العشرين والاربعة. هنا سبعة قسمة على سبعة بها واحد، وهنا سبعة قسمة على سبعة بها واحد. زين، بين العشرين والاربعة اكو اختصار؟ نعم اكو، لان العشرين هي من مضاعفات الاربعة وموجودة في جدول ضرب الاربعة. راح اقسم على اربعة، اربعة كمرة بها اربعة بها واحد، عشرين كمرة بها اربعة بها خمسة، لان خمسة في اربعة عشرين. اذا هنا راح اضرب بعد الاختصار واحد في واحد واحد وخمسة في واحد خمسة. إذن هنا طلع عندي الكسر هو واحد من خمسة. هنا صار عندي جمع، جمع الكسور، المقامات متساوية، أنزل المقام اللي هو خمسة وأجمع البسط اللي هو ستة زائد واحد سبعة. إذن الناتج هو الكسر سبعة من خمسة. هنا شنو تلاحظون؟ تلاحظون إنه الكسر كسر غير فعلي، لأن البسط هو أكبر من المقام، البسط أكبر من المقام. هنا لازم أحوله إلى عدد كسري بالقسمة. هنا أقسم السبعة، أقسمها على خمسة. هنا أقول سبعة كم ربيها خمسة بها واحد. زين، هسه نضرب أقول واحد في خمسة خمسة. هسه نطرح سبعة ناقص خمسة اثنين. إذن هنا عندنا العدد الكسري هو المقام خمسة، مثل ما علمتكم أن المقام يبقى خمسة والباقي هو البسط اثنين، والناتج هو العدد الصحيح. إذن العدد الكسري هو واحد عدد صحيح واثنين من خمسة. إذا كانت سين تساوي أربعة على خمسة وصاد تساوي واحد على اثنين وعين تساوي اثنين على سبعة، فما قيمة كل عبارة مما يلي؟ النقطة 22 سين صاد عين، يعني هنا منطيني المتغير ومنطيني هنا قيمة المتغير. هنا العبارة هي سين صاد عين، يعني سين في صاد في عين، سين في صاد في عين. هنا راح نعوض المتغير بهنا القيمة اللي منطيني اياها اللي هي الكسر. اذا هنا العبارة هي سين في صاد في عين، هنا راح نعوض سين اشقد هنا قيمتها 4 على 5 في صاد، هنا اشقد قيمتها هي 1 على 2 في هنا عين اشقد قيمتها 2 على 7. هنا صار عندي ضرب الكسور اللي هو 4 من 5 في 1 من 2 في 2 من 7. هنا اول خطوة الاختصار، نشوف هنا بين الاربعة والثنين اكو اختصار؟ نعم اكو اختصار. هنا قسم على 2، 2 كبر بها 2 بها 1، والاربعة كبر بها 2 بها 2. هسه هنا اكو بعد اختصارات؟ ماكو اختصارات. اذا هنا راح نضرب 2 في 2 2 في 1 2 في 2 4، 5 في 1 5 في 7 35، 5 في 1 5 في 7 35. اذا الكسر هو 4 من 35، 4 من 35. نقطة 23، هنا نفس القيمة المنطيني اياها، بس هنا عندنا العملية الحسابية هي طرح وضرب، يعني سين ناقص عين في صاد، يعني عين صاد يعني في صاد. هنا سين قيمة سين اللي هي 4 على 5 ناقص قيمة عين، هنا شقد عدة قيمة عين 2 من 7 في صاد شقد قيمتها 1 من 2،
واحد من اثنين. هذه هنا عندنا قيم سين صاد عين، هنا عوضناها في هذه هي العبارة الجبرية. هسه هنا صار عندي طرح وضرب الكسور، أول مرة أضرب لأن عملية الضرب تسبق عملية الطرح. هنا أقول يساوي 4 على 5 ننزلها ناقص عملية الطرح ننزلها. هنا الضرب نشوف أكو اختصارات، نعم أكو اختصارات بها واحد، وهنا 2 كم مرة بها 2 بها واحد. هسه هنا أكو بعد اختصارات، ماكو اختصارات نضرب. هنا نقول 1 في 1 1، 7 في 1 7. إذن هنا عندي الكسر هو 1 على 7. هنا صار عندي طرح الكسور، طرح الكسور والمقامات مختلفة، هنا عندي المقام 5 وهنا عندي المقام 7. زين هنا عندي هذه الأعداد مو مضاعف، لازم هنا أطلع المضاعف المشترك لبيناتهم، المضاعف المشترك لبيناتهم. هنا بكل سهولة أقدر أطلع المضاعف المشترك لبيناتهم، يعني هنا أقول مثلا 5 في 7 35. إذن يعني هنا الـ 35 هي من مضاعفات الخمسة ومن مضاعفات السبعة، لأن 5 في 7 35 و7 في 5 هم 35، لأن عملية الضرب هي عملية إبدالية. إذن المضاعف المشترك لبيناتهم هو الـ 35. هنا شلون هنا نوحد المقامات؟ هنا أخلي المقام 35 ناقص 35. زين هنا أقول الخمسة بمن أضربها حتى تصير 35؟ أضربها في 7، من ضربنا المقام في 7 كذلك البسط أضربها في 7. زين هنا السبعة بمن أضربها حتى تصير 35؟ أضربها في 5، من ضربنا المقام في 5 أضرب البسط كذلك في 5. هسه هنا المقام هو 5 في 7 35، 7 في 5 كذلك 35. أضرب البسط هنا أقول 4 في 7 28، وهنا 1 في 5 5. إذن هنا صار عندي الكسور 28 من 35 ناقص 5 من 35، المقامات متوحدة اللي هي 35، أنزل هذا المقام اللي هو 35 وأطرح فقط البسط، أقول 28 ناقص 5، 8 ناقص 5 3، وهذا الثنين تنزل، إذن 23، 23 من 35 هو الكسر النهائي. نقطة 14، طاولة صغيرة طولها 1 عدد صحيح و 3 من 5 متر وعرضها 3 من 4 متر، يراد تغطية سطحها بورق ملون، أجد مساحة الورق المستعمل لتغطية سطحها. طاولة صغيرة منطيني أبعادها اللي هو الطول والعرض، وشنو يريد هنا؟ يريد مساحة هنا الطاولة هي مستطيلة، يعني هنا مساحة المستطيل، مساحة المستطيل، نطلع قانون مساحة المستطيل اللي هي الطول في العرض، قانون مساحة المستطيل الطول في العرض. إذن هنا عندنا القانون مساحة المستطيل يساوي الطول في العرض، منطين هنا الطول، إيش قد الطول؟ هو 1 عدد صحيح، 1 عدد صحيح و 3 من 5 متر، في العرض هو 3 على 4 متر، 3 على 4 متر. هنا أنا منطيني الطول في العرض. هسه هنا عندنا ضرب، هنا قبل لا نضرب هنا عندنا عدد كسري لأن بي عدد صحيح، هنا هذا العدد الكسري أحوله إلى كسر اعتيادي حتى أضرب. شلون نحول العدد الكسري إلى كسر اعتيادي؟ هنا هذا المقام أضربه في العدد الصحيح وهنا أجمعه ويا البسط، مثل ما أتعلمنا إنه شلون نحول العدد الكسري إلى كسر غير فعلي، أو نحول العدد الكسري إلى كسر اعتيادي، هنا راح تكون عملية ضرب وهنا راح تكون عملية جمع. زين 5 في 1 5، هنا المقام راح يبقى 5، وأقول 5 في 1 5 زائد 3 8. إذن هنا حولت العدد الكسري إلى كسر غير فعلي اللي هو 8 من 5، ليه سميناه غير فعلي؟ لأن البسط هو أكبر من المقام. متر في ننزل الكسر الثاني اللي هو 3 على 4 متر. زين هنا عندي صارت ضرب كسور اعتيادية، أكو اختصار بيناتهم؟ نعم أكو اختصار بيناتهم، عندنا 8 والأربعة اثنيناتهم أعداد زوجية واثنيناتهم تقبل القسمة على 2، أو هنا راح أقسم على 4 لأن 8 من مضاعفات الأربعة، 4 كم مرة بها 4؟ بها 1، و 8 كم مرة بها 4؟ بها 2. زين هنا بعد أكو اختصارات؟ ماكو اختصارات، هنا راح أضرب،
أقول هنا 2 في 3 6، وخمسة في واحد 5. إذن هنا أنا صار عندي الكسر هو 6 من 5، 6 من 5. هذا الكسر هو كسر غير فعلي. ليش كسر غير فعلي؟ لأن البسط هو أكبر من المقام، البسط هو أكبر من المقام. أحوله إلى عدد كسري بالقسمة، بالقسمة نحوله إلى عدد كسري. أقسم 6 على 5، 6 كم بها 5 بها 1، 1 في 5 5. هسه نطرح 6 ناقص 5 بها 1، هنا صار عندي العدد الكسري، المقام يبقى 5، الباقي هو البسط، والناتج هو راح يكون العدد الصحيح. إذن واحد عدد صحيح واحد من 5 هو العدد الكسري النهائي، وهنا عندنا الوحدة متر 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 مربع. إذن عندنا الكسر النهائي أو العدد الكسري هو واحد عدد صحيح وواحد من 5 متر مربع، هي مساحة سطح الطاولة المراد تغطيتها بورق الملون. فقرة أفكر، نقطة 25، إذا كان 2 على 3 في س، إذا كان الكسر 2 على 3 في س يساوي 2 على 15، فما الكسر الذي أضعه بدل س لتصبح الجملة صحيحة؟ هنا أنا عندي ضرب الكسور، هنا أنا عندي هذا الكسر هو مجهول، هذا الكسر الثاني هو مجهول، إيش قد هنا الكسر حتى الناتج يكون 2 من 15؟ هنا أنا أقول 2 على 3 في، هنا أنا عندي الكسر هو كسر مجهول يساوي 2 على 15. زين، هنا أنا أقول 2 بمن أضربها حتى تصير 2؟ راح أضربها في 1، حتى 2 في 1 إيش قد 2؟ زين، هنا أنا عندي 3 بمن أضربها حتى تصير 15؟ أضربها في 5، حتى تصير 3 في 5 15. إذن قيمة س تساوي 1 على 5، قيمة س هي 1 على 5. نقطة 26، حس عددي إذا كان لام كاف كسرين اعتياديين ناتج ضربهما 4 على 27، أجد ثلاثة قيم ممكنة لكل من لام وكاف. إذن هنا أنا راح نطلع ثلاثة قيم اللي هي الكسور، حتى من نضرب هذه الكسرين راح يكون هنا عندنا الناتج هو 4 على 27. زين، هنا الأربعة بمن أضرب عدديا حتى يكون الناتج 4؟ طبعا راح أقول 1 في 4، 1 في 4 هذا البسط. المقام 27 بمن أضربها حتى يكون 27؟ يا أعداد أضربها يكون الناتج 27، 3 في 9 27. إذن الكسر 1 على 3 في 4 على 9 يساوي 4 على 27، لأن 1 في 4 4، 3 في 9 27. هسه هنا راح نطلع أعداد ثانية، هنا نقول الأربعة منين جايتني؟ جايتني مثلا من 2 في 2، 2 في 2 4. 27 منين جايتني؟ جايتني مثلا من 9، راح نغير هنا نقول 9 في 3، 9 في 3 27. إذن هنا صارت عندي الكسور 2 من 9، وهنا عندي 2 من 3. كذلك هنا نقدر نغير، يعني هنا ما نقول يعني 1 في 4، لا نقول 4 في 1، 4 في 1، وهنا نقول 9 في 3، 9 في 3 هنا غيرنا، لا العفو هنا صارت نفس الكسور، هنا راح نقول 3 في 9، 3 في 9 هنا اتغيرت الكسور، اتغيرت الكسور لأن هو يريد من عندي ثلاثة قيم مختلفة. يعني هنا عندنا الواحد على 3 في 4 على 9 يساوي 4 على 27، وهنا عندنا 2 من 9 في 2 من 3 يساوينا 4 على 27، وهنا عندي 4 من 3 في 1 على 9 يساوينا 4 على 27. وانتهى درسنا لهذا اليوم، ومع السلامة.